شوف رمتك هنا يا فلين رايدر، سميها أي حاجة، حظ أو نصيب، حصان. وأنا اتخذت قرار أثق فيه، قرار متهور بصراحة، بس لازم تصدق اللي هقوله لك ده. حتى لو حاولت تفك البرج ده طوبة ورا طوبة من غير مساعدتي، عمرك ما هتلاقي شنطتك الغالية. اللي انت تقصديه بالحرف اني اخدك تشوفي المصابيح وارجعك للبيت وبعدها هترجعي لي شنطتي؟ بوعدك، وانا لما وعد بحاجة عمري ابدا ابدا ما اخلف وعدي.